إلى الأعزاء مشاهدي الفضائية الأرامية على القمر نايلسات، نوجه عناية حضراتكم إلى معلومات هامة جداً عن تغير تردد موقع الأرامية على القمر نايلسات، حيث يمكنكم مشاهدة البث وبالتردد الجديد وهو 12687 horizontal S period R 27 period 500. علما بأن بث الآرامية ما زال موجودا في الوقت الحالي وحتى يوم 9 حزيران على قناتين في موقعين على القمر نايلسات، الموقع الأول وهو التردد القديم الحالي، الموقع الثاني وهو القناة الجديدة بالتردد الجديد 12687 أفقي. ولكن ابتداء من يوم 10 من يونيو حزيران سيتوقف البث على التردد القديم ويستمر على التردد الجديد 12687 أفقي. لذا نرجو منك عزيزي مشاهد الأرامية على القمر نايلسات أن تنتهز الفرصة الآن وخلال هذه الأيام للبحث على التردد الجديد 12687 12687 أفقي وتنزيل القناة الجديدة من الآن ومشاهدتها على جهازك الخاص. لأي سؤال أو استفسار رجاء الاتصال بالرقم 248-416-1300 248-416-1300 أو بزيارة موقعنا على الإنترنت abnsat.com. مع خالص أمنيات الفضائية الأرامية بمشاهدة طيبة لكل برامجها.